تركوا لنا الكثير ورحلوا، تركوا إرثا عظيما وتراثا زاخرا وعادات وتقاليد أصيلة تربطنا ببعضنا البعض وترسم لنا مسارا مضيئا إلى دروب الأمان. سراي، مسرحية نعجة في المحكمة، مسرحية من فصل واحد هزلية، تأليف جون فرناندان، من إعداد سليمان الخليفي، وهي تجربته الأولى مع المسرح، ومن إخراج صالح حمدان. عرضت المسرحية على مسرح كيفان، وقد تم عرض المسرحية لمدة 6 ليال ابتداء من 3 نوفمبر من عام 1969. وفي المسرحية دور نسائي قامت به مريم الصالح، شارك فيها نجوم كبار من بينهم منصور المنصور ومريم الصالح ومحمد السريع وعبد الرحمن العقل، إضافة إلى مشاركة عبد الرحمن الصالح ومبارك السويد. العام الأول ظنيتك جعلان صياد القباق يا عزيزي. أنا ماني جعلان صياد القباق، ولا رحت الفنطاس من زمان. أدري إيه؟ أنا ما نبغى شيء. كمل. سمعت ايش يقول؟ وش يقول؟ يقول احنا حرميه. سمعت ايش يقول؟ اسمع، يقول احنا حرميه. سمعت يا ايوب، يقول حرميه. رجاء انت اكتب عندك مذكره بالشيء هذا. اها، ما احنا كاتبين مذكرات ورانا اشغالنا، افترضنا الشبايخ علينا يا ايوب. وعن فترة عرض مسرحية نعجة في المحكمة، كان قد صرح الفنان عبد الرحمن العاقل أنه في تلك الفترة كان يعرف من النجوم عبد الحسين عبد الرضا وعبد العزيز النمش، وكانت لديه رغبة كبيرة في الانضمام إلى فرقة المسرح الكويتي لأن من أعضائه الفنان القدير محمد المنيع، وهو من النجوم اللابعين وقت ذاك، ويقدم كوميديا رائعة ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، ومعه محمد النشمي وصالح العجيري. أقول غادري منصة، مع السلامة، مشكورة، ما قصرتي. ظهر الحق. لا ما ظهر، مين يظهر؟ حجر خلوني أشهد، لا منا يظهر. ما نبي يظهر شور. ما تبونا يظهر؟ إيه؟ ما تقدرون. يه. أنتوا قلتوا لي تعالي هنية عشان يظهر الحق. أجل أجي من الفنطاس ودش المحاكم. وتسألوني عن مركت شربتها وأنا ماني بفكري. أنا علوم ما أعرف عنها الرجال، وأنت حتى قدام الناس ذي كلها ورد الفنطاس وهو ما ظهر. يا نورة بنت عد، ما يصير يا حمود، لازم يظهر اللحق. يا نورة، ما يصير يا حضرة القاضي، لازم يظهر اللحق. يا نورة، وش أنت الثاني، لازم يظهر اللحق. ليش يظهر؟ هم ضايقين. أبكي يا رجال، لازم يظهر اللحق. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعال تعال، وش تعال؟ وشو؟ امشي بس خلصي. لا تجيسني. أها تفضلي. وفي تلك الفترة كانت فرقة مسرح الخليج العربي تبحث عن ممثل ليجسد دور البدوي في نعجة في المحكمة، وكنت حينها أعرض بدوي على ظهر القمر في النادي الصيفي بالفروانية. وبعد انتهاء العرض جاءني المخرج المبدع صقر رشود ومع الكاتب المسرحي الكبير عبد العزيز سريع خلف الكواليس. كنت صغيرا وبعدي في المرحلة المتوسطة، وكان والدي متوفي في تلك الفترة، وطلب مني المشاركة مع الفرقة في عرض مسرحي، فقلت لهم علي أن أستشير أهلي أولا، ربما يوافقون أو يرفضون، وعدت إليهم بخبر الموافقة شريطة أن يتكفلوا بإيصالي من المنزل إلى المسرح والعكس. فقام بالمهمة سائق الفرقة الراحل عبد الرحمن، وكانت معي في سيارة الفرقة أيضا الفنانة الراحلة ابتسام حسين شقيقة هدى حسين، لكنها ليست مشاركة في المسرحية. اسمع الكلام اللي أقوله، رد وراي، قول أقسم بالله العظيم. ما تسمع؟ قول أقسم بالله العظيم. أحلف بالله العظيم. ماشي، أن أقول الحق. أن أقول الحق. طيب يا سيد حمود، نزل يدك وسردنا قصة مثل ما حدثت. ما يبقى يلك يضحك علينا. أرفع يدك، نزل يدك، أرفع يدك، نزل يدك. بعدين معك
انزلها ولا ارفعها؟ نزلها. انزل. انت موافق؟ اي نعم. ما عندك مانع؟ واسرد لنا القصة مثل ما حدثت. شوف يا حضرة الدار. اي لما ضيعت في الايام الاخيرة 10 شوهات دون ما احصل من اسنافي السالفة الذكر على بيت. ايش قلت حضرتك؟ مرضها؟ والله ما قلت مرضها. ايش قلت؟ على هواء. مرضها موتها اختفائها كوني ما راح استفيد. إيه؟ لا من لحمها ولا من لبنها ولا من صوفها. المهم ما شفت الدبش طلاقت بعد ما وسمناها. نعم 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 استمر وخل عنك مسألة توسم بعدين. انا قلت بنفسي إيه؟ اراقب المدعي عليه. إيه؟ لاني شاك من السنافي المتوفي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعني اسنافي الان في الذكر تسبب في وفاة مجموج. تضحك. لكنك ما ضحك وانت نحاش بصوف بسيارتك. شو تقول؟ رجاء ما هب اسمع شيء خارج عن الموضوع. كرم في تسديد اتعابي. ها لا رائع رائع ممتاز ممتاز. استمر على هالمنوال يوم او يومين او ثلاثه. فالحين تحت شويه. اكتب لك وصل الحين. المبلغ كله 5 دنانير ونص بس. لا تواخذني على الخط شوية يعني. ولا تدري شلون؟ مدام انك انت لحيت الغانة اي والله وسمعت الكلام اللي قلته لك ونفذته تمام. علشان كذي انزل لك نص دينار خليهم 5 دنانير. يا سلام يا سلام والله انك ما تقدر الثمن اي والله. فرجاء انا مستعجل الحين. ويستمر الفنان عبد الرحمن العقل فيقول: في ذلك الوقت لم أكن أعرف شيئا عن الفرق بالمسرحية، فكنت في مرحلة المراهقة ولا أدري إن كانوا سيمنحونني مكافأة أو العمل دون مقابل مادي، وتوقعت يقدموا لي جائزة مثل الأندية الصيفية، لكن الأمر كان مختلفا. وكانت مشاركتي في مسرحية نعجة في المحكمة أول عمل مسرحي مع مسرح الخليج العربي، وهي أول مسرحية خطها على مستوى الاحتراف والبطولة، وجسدت فيها الشخصية المحورية بدوي راعي الغنم. وعن الأجر المادي الذي تقاضاه الفنان عبد الرحمن العقل عن دور البدوي راعي الغنم في مسرحية نعجة في المحكمة، قال الفنان عبد الرحمن: تقاضيت 100 دينار، عرضنا المسرحية على مدى 10 أيام، وكانت من المسرحيات الجميلة، وهذا المبلغ يعد كبيرا وقت ذاك، وهو مصروف لمدة 3 أشهر.